تعال ما أقول لك على أفضل برنامج تقدر تعرض بيه شاشة الكمبيوتر على شاشة الموبايل وتتحكم بيها بنفس ذات الوقت. أنا عبد الوهاب ودي الحلقة رقم 10 من سلسلة كل ما يخص الكمبيوتر والموبايل من برامج وحل المشاكل. تابعوا معايا الفيديو ده وصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بينا نبدأ الفيديو. الواد ده اكتشاف. هندخل مع بعض على بلاي ستور بالشكل ده، بعد كده نكتب سبيس ديسك بالشكل ده، بعد كده هننزل تحت مكتوب سبيس ديسك ديسبلاي مونيتور، نضغط انستول، ننتظر عما يحمل، نضغط على الابليكيشن اوكي، بعد كده اروح على الكمبيوتر، وروحنا مع بعض على الكمبيوتر هنكتب في السيرش سبيس ديسك، هنعمل داونلود بالشكل ده، ويندوز 10 لو انت ويندوز 10 64 او ويندوز 11، لو انت ويندوز 10 32 او ويندوز 11، وفي طبعا ويندوز 8.1 او ويندوز 8.1، اتاك ويندوز 10 او 11 64، طبعا عشان محمله قبل كده فمش هحمله تاني. نروح مع بعض على البرنامج، هثبت البرنامج دلوقتي، نيكست I accept, next, 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 install. We are KS. حمل, finish. هنخش مع بعض تاني على جهاز الموبايل. نخش مع بعض على سبيس ديسك. هيظهر معانا connection ورقم 192.168.1.5. نضغط عليه. ظهر معانا شاشة الكمبيوتر، نقدر بقى بكل بساطة نتحكم فيها بالشكل ده، نقدر نخش على الابليكيشن ماي اس اس بي سي مثلا، نخش على الهارد ده، نقدر نضغط الاكس دي، نقدر بكل بساطة ننقل الصوت من الكمبيوتر الى الموبايل بالشكل ده، نضغط على زرار الاوديو. لو عرضنا مثلا قدامكم الفيديو مثلا ده، مثلا ده أتمنى أكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر عليك! إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟